إذن في خبر آخر، تفتتح الوزير غدا والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وذلك بمنطقة العزيمة بمركز سبنلوط بمحافظة المنيا، حيث يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائق الحافلات المدرسية وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. إذن للمزيد حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا المستشار حسن حركة، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان. سعادة المستشار، بالرحب بحضرتك على إكسترا نيوز، ويعني ما أهمية أن يتم افتتاح مركز مثل ذلك المركز الذي سوف تفتتحه وزيرة التضامن الاجتماعي في محافظات الصعيد ليكون أول مركز من نوعه في هذه المحافظات؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا الموضوع ليه أهمية كبيرة جدا، إن إحنا النهاردة بنفتتح مركز العزيمة للتأهيل. ده مكان لتأهيل مرضى الإدمان ببطاقة حوالي ما يقارب 150 سرير. المكان ده يا فندم مبنى اتعمل على أعلى مستوى، يتم فيه تقديم الخدمات المجانية لمرضى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. بنقدم لهم كل أنواع الخدمات من تأهيل وعلاج بالعمل ودمج مجتمعي في هذا المكان. بنقدر حضرتك المحافظة المنيا من المحافظات المحرومة من تقديم خدمة العلاج النفسي والتأهيل، محافظات الصعيد عموما محرومة جدا من هذه الخدمة، يعني في احتياج شديد لأماكن أخرى وأسرة أخرى. محتاجين يا فندم كمان نوضح إن هو المشروع ده أتاح فرص عمل كانت الأولوية المطلقة فيها لأبناء محافظة المنيا والقرى المحيطة بالمكان، فبقى أصبح المكان ده يعني سبب لدعم مجموعة كبيرة جدا جدا من الأهالي في المناطق المحيطة بيه وتوفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة فيهم. عندنا حضرتك في العلاج بالعمل البرنامج اللي بيتقدم في المركز من البرامج المتقدمة جدا يا فندم وفقا للنظم العالمية اللي بتخلي المريض اللي بيقعد حوالي ما يقارب شهرين أو ثلاثة وفقا لبرنامجه في العلاج يخرج متعلم حاجة أقدر بعد كده أستفيد بيه إن أنا أشغله أديله قروض وفقا للصندوق، بيدي قروض وفقا لبرنامج مبادرة بداية جديدة مع بنك ناصر الاجتماعي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بنقدر نعمل له مشروع صغير وندعمه فيه. فيعني هو بداية جديدة فعلا، ومركز العزيمة ده هي القرية اسمها العزيمة، لكن هو كان اختيار معالي الوزيرة لكلمة مركز العزيمة. الهدف منه يا فندم إن لازم نقول بعزيمتنا نقضي على تعاطي المخدرات ونقدر نبطل إدمان. نعم سعادة المستشار، لابد أن نؤكد أن هذه الجهات أو المراكز أو حتى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وهذه الحملات الدورية التي تقوم في كافة المؤسسات وعلى الطرق السريعة لا تهدف إلى تصيد المخطئين لك بقدر ما هي تهدف إلى علاجهم، أليس كذلك؟ بص يا فندم، دي كلمة مهمة جدا 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 ولازم تبقى مفهومة. إحنا النهاردة يا فندم ليه بنفتح مركز العزيمة؟ وليه ان شاء الله خلال 2019 يفتح اربع مراكز جداد غير ال 22 مركز اللي بنقدم خدمات العلاج المجاني فيهم. قبل ما بنقول يا فندم ان في اتخاذ اجراءات ضد الموظف المتعاطي، لازم نقول له ان الباب مفتوح، بنقدم لك خدمه علاج مجاني وهنساعدك وهنوفر لك كل وسائل الدعم والمسانده، بس حضرتك تبطل تعاطي مخدرات واحنا في ظهرك لحد ما تخرج من هذه الازمه. لكن في حالة بقى عدم الرغبة، بعد ما نوفر له الإتاحة والأسرة المتاحة إن هو يتعالج منها والأدوية وكل والسرية المطلقة طبعا، وتشدد على موضوع السرية المطلقة لبياناته، لازم بقى اللي هيمتنع لازم يكون في حساب، لأن الدولة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يا فندم هو الدولة بتوفر له خدمات علاج مجانية
دون اي تمييز يا فندم. فلازم انا لما بوفر له خدمات العلاج المجاني ومن غير تمييز، يعني مش ضروري ان انا اقول له انت معاك فلوس او ما معكش فلوس عشان اعالجك. كل الناس بتيجي تتعالج سريه تامه ومطلقه. فاذا الناس امتنعت عن انها تتعالج، فلازم الموظف المتعاطي بتاعتها لازم يكون ضده عقاب رادع، عشان الدوله وفرت له الخدمه وهو رفض ان هو يمتثل للعلاج. طيب سيادة المستشار، لو في احد المتعاطين او المدمنين لو عايز ياخد علاج ويلجا الى هذا الصندوق، ايه الاجراءات اللي بياخدها؟ يا فندم الاجراء هو اجراء وحيد بس، يتصل برقم الخاص الداخل لمكافحه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023. بنستقبله بمنتهى الترحاب، الخط على مدى 24 ساعه. بنقدم له، بنقول له احنا معانا ال 22 مكان، اقرب مكان ليك فيه ايه؟ بنحجز له فيه، بنديله. بعد كده يا فندم بيخش يكشف، ياخد كل الادويه بتاعته مجانا، ياخد برنامجه العلاجي مجانا، يظل متابعته ليها مجانا. مفيش مخلوق على وجه الارض يقدر يعرف بياناته. عشان دي برضو نقطه مهمه، الناس بتكون خايفه ان ده مكان حكومي ويعرفوا بياناتنا وبعد كده هيبلغوا جهات عملنا. مستحيل يا فندم، اي حد بيتصل بالصندوق 16023 بيعفى من اي عقاب اداري او جنائي طالما رضخ للعلاج وتقدم للعلاج واستمر. طيب يعني مش مطلوب منه اي حاجه غير يا فندم ان هو يتصل، واهم حاجه يكون عنده دافعيه للعلاج او رغبه في العلاج. طيب سيادة المستشار، في بعض الاشخاص المتعاطين للمخدرات بيتحايلوا على موضوع الحملات، هل انتوا بتكشفوا عمليات التحايل؟ وهل في سبيل اصلا للتحايل والمراوغه والبعد ربما والهروب عن هذه الحملات؟ بص يا فندم، دي نقطة كويسة جدا، لازم يعني أشير انتباه لسيادتك في حاجة مهمة. إن إحنا يا فندم العينات لا يمكن التلاعب فيها، ناس كتيرة بتلجأ لأدوية وبتلجأ لمحاولات غش العينة من خلال أحدث الكواشف الموجودة عندنا، كل ده بيكتشف، يعني عندنا كل يوم في حملاتنا بيحصل حالات محاولات غش في العينة، ويتم اتخاذ الإجراءات قبلها إن الموظف بيتعامل معاملة المتعاطي بالضبط. اللي غش في عينته. لكن احنا النهارده يا فندم بنقول ان في اليات مهمه جدا تكشف المتعاطي وفي نفس الوقت تمنع وجود اي خطا، يعني انا مش بس بقول ان انا هكشف المتعاطي ان مش هيقدر يتلاعب بالادويه اللي هم بياخدوها او الشائع على الفيسبوك والكلام ده كله، الكلام ده كله مش حقيقي. الكشف الاستبدالي عندنا بيكشف كل انواع المخدرات واي تلاعب ما بينفعش معاه. ده احدث حاجه موجوده في العالم. ولكن احنا كمان بنوفر ضمانه نحمي بيها الموظف لو هناك نسبه خطا ولو 1 في المليون. ان احنا بنحلل هذه العينه مره اخرى في معامل الامانه العامه للصحه النفسيه. ان احنا سيادتك كمان عملنا بروتوكول تعاون مع مصلحه الطب الشرعي، عشان اي حد عايز يتظلم امام مصلحه الطب الشرعي لتكون جهه محايده لتنفيذ العدل. اذا احنا وفرنا له ضمانات ان احنا نمنع نسبة الخطأ ولو 1 في المليون، سواء ان هو يحاول يغش في العينة او سواء يكون فيه خطأ في الكشف من ناحية الصندوق او حاجة. ان احنا بنحلل هذه العينة مرتين، مرة في كشف بالتالي سريع امام الموظف وفي حضوره، والمرة الاخرى يا فندم بتكون على معمل، في معمل على الاجهزة في معامل وزارة الصحة او الطب الشرعي. نعم، سيادة المستشار حسن حركة عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لكل هذه الجهود التي تقوم بها أو يقوم بها هذا الصندوق من أجل مكافحة هذه الظاهرة.